نجم الكرة العراقية الكابتن علي حسين الرحيمة، الضيف الدائم في هذا البرنامج، مراسلا لكورة على كورنيش البصرة لاستطلاع الجماهير وأخذ آرائهم عن أجواء خليج 25. السلام عليكم. عليكم السلام. شلونك حبيبي؟ شلون صحتكم؟ زين ان شاء الله. بس شلون شفت الاجواء والله هنا العراق؟ اجواء اهل الكرم، العراق بعد اهل الخير ومعروف سفرته ومعروف ناسه ومعروف اصله ومعروف طيبه، والخلايج اليوم على راسنا من شمال العراق لجنوبه، وشفنا الاجواء بعد مستمتعين بالمباراه، استمتعنا بالناس، استمتعنا بالجمهور، بالاستقبال مال البصره. مرتاح، حيا الله منيانه، حيا الله قطر، حيا الله السعوديه، حيا الله البحرين. كابتن علي، كابتن حبيبي، كابتن شلونك كابتن؟ طيب طول عمرك، سلمك الله بخير. الله يسلمك. والله الحمد لله الاجواء حلوه، زحمه غير طبيعيه. موطني الشباب لم يكن له همه ان يستقل او كل شيء يعني احلى والله، ولا يعني بس شيء واحد يعني اكو ناس عندها بطايق بس ما خلوها تدخل الملعب، قبط الملعب. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله بخير. الله يرحم والديك. بشر، شنو الاجواء؟ الاجواء الماجي للبصره عمره خساره. والله؟ والله الحمد لله. اجواء كلش حلوه والحمد لله، جمعت العوائل، جمعت الناس من كل محافظات ومن كل البلد العربيه، الحمد حبيب لله. حبيبي شلونك عمو؟ زين الحمد لله. زين شلون هالاجواء؟ ها؟ الاجواء حلوه اليوم؟ حلوه. اه اي تونستوا؟ رحتوا للملعب ولا لا؟ لا ما رحتوا؟ شفتوه بالتلفزيون؟ يلا شلون؟ زين الحمد لله. هلا شلونك عمو؟ زين. شلون هالاجواء حلوه؟ ايه. لعبه جاردك تروح الملعب تشجع المنتخب؟ تروح؟ ايه. تروح تشجع العراق؟ يلا عافية. يلا حبيبي.